في الفاصل الأول انتهينا من هدم الخرافة الأولى من خرافات الداروينيين والتطوريين، ألا وهي خرافة الأعضاء اللاوظيفية. الأعضاء اللاوظيفية، أن الله خلق أعضاء ما لها وظيفة، فأين الحكمة؟ أين كذا؟ وضربت أمثلة عديدة. الخرافة الثانية سميتها خرافة التماثل أو التشابه. ما المقصود بهذه الخرافة دكتور؟ هي اسمها بالإنجليزي ترجمة هومولوجي. هومولوجي يعني التماثل. بمعنى إيه؟ إن في كائنات معينة فيها أعضاء متماثلة، وبالتالي بنوا عليها حاجة كبيرة قوي في نظرية التطور. إزاي؟ عندك مثلا يعني الطيور لها أجنحة، نعم كويس، نعم، والحشرات لها أجنحة، صحيح. فقال لك الاثنين يبقى انحضر من أصل واحد وسلف مشترك. طيب الخفاش لها أجنحة معاهم يحطونه؟ طب خد الخفاش، احنا قلنا الطيور لها أجنحة، اي، وال مثلا الحشرات لها أجنحة، نعم. طب عندك الخفاش، مع ان ده من نوع وده من نوع وده من نوع غير طبعا فصائل. دي بيفكرني بايه؟ ايوه، الخرافه بتاعت الاركيوبيتريكس اللي شرحناها من قبل، بتاعت الحيوان الكائن الانتقالي او الحلقه الوسيطه ما بين الديناصورات والايه والطيور، نعم. اذا بمنطقهم، اذا كنا نقبل ان الاركيوبيتريكس تطور من الزواحف الى الطيور، نقبل ان الخفاش تطور من الطيور الى الثدييات. اذا هذه خرافه. لا خرافه طبعا. حلو. طيب عندك في حاجه كمان، اذا كان التماثل هو المعيار، طب ايه رايك بقى ان عيني الانسان متماثله شكلا وتركيبا ووظيفه مع من؟ مع عين كائن لا يخطر على بالك ولا على بال المشاهدين. لا يكون القرد اللي معنا. لا، الاخطبوط. 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 يعني أقرب عين. عين القرد هي عين الاخطبوط هي عين الإنسان. والله هذه مفاجأة. طبعاً. بالضبط. لا لسه في مجاد بعد الحلقة دي بالذات غير عادية. حلو. طيب. أنت طلبت منا أرنب. وطلبت منا قرد. ويبت لنا هيكل عظمي وبحم عندك بطاطا حمراء. زين؟ يعني طلبت بعض الأشياء. فدكتور ليش؟ وانت تتكلم عن التماثل. دلوقتي هم بنوا حكاية الإنسان أصل القرد عليه، نعم. أو حتى أن القرد والإنسان انحضر من أصل واحد وسلف مشترك، بناء عليه التماثل في الكروموزومات. أيوة. مين ده؟ إنسان. مين ده؟ إنسان. داروين قال إن الإنسان أصل قرد. أيوة. فاكتشفت كروموزومات القرد قبل أن تكتشف كروموزومات الإنسان، كانت 48. فالعلماء كانوا متأكدين من كلام داروين، ما دام الانسان اصله قرد والليله 48، اذا الانسان لازم يكون 48 كروموزوم. جم اكتشفوا له 46، اسقط في يدهم. اقل ب؟ ما هوش 48. باثنين. ما هوش 48. يبقى ايه؟ 46. 46. كويس؟ طيب بنفس منطقهم، اذا كان القرد هو اقرب للانسان بحكم عدد الكروموزومات، ده 48 وده 46. ايه رايك هذا الارنب الجميل؟ الارنبه دي لسه والده؟ لسه. هذه الأرنبة الجميلة اللي لسه والدة للذي مسكينة، عدد الكروموزومات كام؟ 44. يبقى الإنسان كام؟ 46. والقرد كام؟ 48. والأرنب كام؟ 44. طب ما هو الفرق بين الإنسان والقرد هو نفس الفرق بين الإنسان والأرنب، بس هذا 2 زايد وده 2 ناقص. عزيزي المشاهد، بعد إذنك يا دكتور محمد، فضل خيره. لك أن تختار، مع دارك أن يكون هذا جدك الأعلى 2 كروموزوم فوق، أو تختار الأرنب كروموزومين تحت، وكلاهما أنت على صواب، الاثنين فوق والاثنين تحت. غير معقول. أنا سألت في الاستوديو قالوا والله متعاطفين مع الأرنب أكثر يا دكتور. والله؟ يا والله العظيم. لأن شوية دوخهم. طب تعالى بقى، شوف القنبلة اللي المراجع العلمية فجرتها حتى كانت صادمة بالنسبة لي أنا شخصياً. إيه. الأرنب كم كروموزوم؟ 48. 48. والأرنب كام؟ 44. والإنسان كام؟ 46. إذا كانت المسألة في الهومولوجي مسألة تماثل، أيوة. طب إيه رأيك بقى أن المراجع اكتشفت أن هناك مخلوقا إحنا 46 وهو 46، وليس هو من عالم القرود. إحنا 46 وهو إيه؟ وهو 46. ديت بقى تعتبر في حكم القنبلة العلمية بجد، أيوة. وأنا استوثقت منها. هذا الكائن ليس بقرد ولا بأرنب، وإنما هذا الكائن دي قنبلة علمية فعلا. نبات البساطة.
نبات البطاطا. نبات البطاطا هذا اللي نسميها احنا البطاطا الحمراء تسمونها ايش انتم؟ البطاطا وهنا الفندال. احنا الفندال ده الانسان اهو. يا سلام طبعا عجيبه هذه. اخطر معلومه. 48 كروموسوم. 46 كروموسوم. الانسان 46 والبطاطا 46. ايه رايك بقى؟ تطابق يعني. يبقى مين جدنا الاعلى؟ هذا القرد شفته ولا هذا الارنب ولا هذا المخلوق اللي هو نبات البطاطا اللي نفس عدد كروموسوماتنا؟ هذه عجيبه والله. لا ده من اعجب يعني. ده كانت عجيبه بالنسبه لي شخصيا. قصه التماثل انتهت نهائيا. كون نبات ستر. هل يبقى عزيزي المشاهد هل ترضى ان يكون هذا هو جدك الاعلى؟ بناء على قاعده التماثل في عدد الكروموسومات. وشفت دي برضو الموده والرحمه اللي كنا بنتكلم عنها في الحلقه الماضيه. ادي القرد وادي الارنب وعايشين سوا في تبات ونبات بس مش ممكن يخلف لا صبيان ولا بنات طبعا يعني. صحيح. فالتماثل كمان في حاجه. نعم. في التماثل عندك في وجدوا بروتين مهم جدا في عمليه التنفس اسمه السيتوكروم سي. هذا البروتين تركيبته داخل الجنس الواحد مختلفه تماما عن تركيبته مع الاجناس الاخرى. مثال. نعم. تركيبة السيتوكروم في الزواحف مثلا أي سلحفة أو سحلية هتلاقي فيه تفاوت كبير قوي، أكبر من تفاوت ما بين مثلا البرمائيات والزواحف أو زواحف الطيور أو الطيور والثدييات. هذه هم بعد عجيبة. ده عجيبة جدا. لا من الحلقة دي كلها عجيبة. تجد برضو أن البكتيريا شديدة التشابه من ناحية الشكل الخارجي. أي نعم. ولكنها في الواقع لما درسوها بدقة وجدوا الاختلاف بين أنواع البكتيريا يختلف تماما جدا عن مثلا نوع عن اخر زي الحشرات والثدييات او البرمائيات والثدييات. اذا خرافه التماثل او فريه التماثل من كل هذه الامثله لا وجود لها على الاطلاق. فكره التماثل الجنيني. يعني انت ما تاخد بس كائنات متماثله مثلا. نعم. يعني الطيور بتطير والخفاش بيطير. هل معنى ذلك ان هناك في تماثل في النمو الجني؟ ابدا، ما فيش اي تماثل في النمو الجني. هل في تماثل في المعلومات الوراثيه؟ ابدا، ما فيش تماثل في المعلومات الوراثيه. وبعدين ما هو اذا كان المعيار مجرد التشابه، طب ما في حيوانات كثيره بتشبه بعض، الحمار يشبه الحصان والقرد بالشكل الخارجي يشبه الانسان، واخد بالك؟ وعندك في برضه مثال صارخ، في حشرة اسمها الكركدان وفي حيوان اسمه الكركدان اللي هو خرتيت. نظرا للتشابه الكبير بينهم سموه حشرة الكركدان وهو حيوان الكركدان. لكن صحيح، هل يحطونها صحيح كأنه خرتيت صغير. صحيح، خرتيت صغير. صحيح. صح. طيب هل هذا يعني تماثل في الشكل الخارجي ان هم تركيبتهم الجينية واحدة؟ ده حشرة وده حيوان ثدي. حلو. يبقى إذن من كل هذه الأمثلة، المثال الأول اللي ضربناه عندك الطيور بتطير، قال لك الصقور لها أجنحة والحمام لها أجنحة، يبقى الاثنين حضر من أصل واحد وسلف مشترك. لا مو صحيح. لا مو صحيح. بدليل احنا جبنا لك اهو ثلاث نماذج، عندك الطيور وعندك الخفافيش وعندك الحشرات كلها بتطير ومع ذلك من أنواع مختلفة خالص. الأولى طيور والثانية ثدي والثالث ايه؟ والثالث حشرة. وبعدين مثال جميل اللي ضربناه بتاع التماثل بين عين الإنسان والأخطبوط. ومحدش ادعى في يوم من الأيام ان الانسان انحدر عن الايه؟ عن الاخطبوط. اذا نستنتج من ذلك ان التماثل الهومولوجي اللي بيتحدثون عنه وركيزه من ركائزهم ليس علميا على الاطلاق. واخطر اكتشاف ان هذه البطاطا، اخطر اكتشاف عزيزي المشاهد ان هذا نفس انت فيك كم كروموسوم عزيزي المشاهد؟ 46. والبطاطا فيها 46، اما القرد 48 بعيد عنك شويه باثنين. أيوة. والارنب بعيد عنك شويه برضه لان 44. اما ده انت 46 وهو 46. وليس الانسان بطاطا ولا قرد ولا ارنب. لا هو ولا جده. ولا جده. وبعد الفاصل نكمل. زين. دوما لك الحمد يا رب. دكتور، خرافة
الخرافة الأولى خرافة الأعضاء اللاوظيفية أسقطناها. خرافة التماثل. التماثل التشابه أن هذا الإنسان يشابه هذا الحيوان أو هذا الحيوان من أصل واحد بالتشابه غلط. أسقطناها. ولذلك يا دكتور محمد يجب ألا يكون عدد الكروموزومات هو المعيار. أيوة. لأن في كتاب الدكتور هاني رزق الحائز على جائزة مؤسسة كلية التقدم العلمي. الجينوم البشري. الجينوم البشري. قال لك يعني في فرق بين القرد والإنسان حوالي 1.2، ومع ذلك ده في الرقم، لأن زي ما أنت قلت كلمة طيبة من قبل، الفرق واحد عند الله، ده بمقياس الله غير مقياسنا خالص. صحيح. والدكتور هاني رزق يؤكد أن الفرق بينه وبين القرد 90 مليون جين. 90 مليون؟ 90 مليون جين فرق بينه وبينه. هائل. طبعا ركزوا الناس على الفرق الفرق بتاع الكروموزومات ونسوا الفرق الكيفي في نوع الجينات وتركيبتها. نجي على الأسطورة الثالثة، خرافة التنظيم الذاتي للمادة اللي ذكرتها ضمن الأساطير السبعة من خرافات الداروينيين. ماذا يقصد بالتنظيم الذاتي للمادة؟